بعد اشغال الشغب لي اكس بي بانت نورمالمون ما يمدونا والو، بصح جودهم وكرمهم ابوا الا ان يوفروا جميع ما تحتاج الورشه من مواد الطلاء من عتبه البيت الى اخر جدار، وبديكورات متناسقه جدا اللي دارها كمال اللي نحييه على عمله المتقن. اللي يعرف في الحصة يعرف أنه للنباتات أهمية كبيرة عند نعيم والفريق، ولهذا يحرص في كل ورشة وفي كل بيت يخلي لمسة من الطاقة الإيجابية بهاد النباتات. والوجهة هاد المرة لمشتلت تدميت اللي أمين والأخ زالو أصروا باش يجملوا البيت بكل ما يحتاجوا في الداخل والخارج من نباتات وزهور وأشجار مثمرة. إن شاء الله ربي يبارك لهم في مالهم ورزقهم. وبالمناسبة كل فريق ليد في اليد نباركوا الأمين ونقولوا له تتربى في عزك إن شاء الله هالبنوتة صغيرة وربي يكبرها على الدين والطاعة. دخلنا وأخيرا في اليوم 20 وآخر روتوشات في المنزل، وهكذا نقدر نقول أن نعيم عبد النور وكل المتطوعين كانوا عند وعدهم وسكنوا الإخوة الثلاثة قبل عيد الفطر. إلى هنا انتهت رحلتنا الخيرية في ماكودا وما أجملها من رحلة، وأنا ما بقى لي غير نقول لكم شكرا من هذا المنبر باسمي وباسم فريق الحصة لكل من ساهم من قريب ولا من بعيد في تحقيق حلم الإخوة الثلاثة. دي ثقارة سي اسمي وأكذي اسم ليكيب نليد في اليد نار أفوس ذك فوس أون دنيني ثنمير ثنون ستوس ذا أكويقين إديف كان أفوس المعاونة سوفوس نار سووال الخير نون دم قران أون دير نور بي الخير صغورس إن شاء الله مازال خير ثمور ثنار مازال خير قوارونا.